مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، نطلع عليكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجنا الديرة، برنامج المتنوع في فقراته وفي ضيوفه. نطلع عليكم من الأحد ليوم الأربعاء من الساعة 6 للسابعة مساء على القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، والإعادة من الساعة 9 للعاشرة على القناة الثالثة الرياضية. مواضيعنا متنوعة ونحب نخليكم تكونون على طول في اطلاع شنو يحدث في المجتمع، شنو يهمنا، وعشان تعرفون أكثر شنو إحنا اهتماماتنا أو شنو المواضيع اللي نطرحها، أنصحكم في متابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا الانستغرام والسناب شات، تقدرون تدشون تسوون لنا فولو وتعرفون على مواضيعنا. بنفس الوقت تشوفون شنو الضيوف اللي قبل استضفناهم، شو المواضيع اللي نطرحها، عشان يكون عندكم فكرة عامة عن البرنامج. عندكم قناة اليوتيوب الخاصة فينا، دشوا شوفوا الحلقات السابقة. بنفس الوقت انت شخص مبادر، شخص عندك فكرة، عندك رأي حاب تطرحه، المساحة كلها لك وديرة برنامجك. عندك عندنا الإيميل الخاص فينا، تواصل معانا وندخل. حلقتنا اليوم بنتكلم بشكل عام عن الإرادة، شلون الإنسان إذا كان عنده إرادة ويركز على أهدافه ويبدأ يحط الخطة الزمنية ويحاول يشوف شنو عنده من مهارات يحتاجها ليوصل لهدفه ويعززها ويقويها بدورات أو حتى في مثلا اختلاط مع ناس، خيض العمل ودخول في جو العمل المبكر حتى لما يكونون طلبة. الأشياء هذه كلها تصنع مننا إنسان يكون واعي أكثر، شخصية أقوى أكثر، بحيث أنه يقدر يخدم المجتمع بشكل أفضل وأكبر. خلوني نختصر معاكم كل هذا ونطلع مع بعض الفاصل ونتعرف فيه على ضيوفنا اللي راح نشوفهم إن شاء الله اليوم في حلقتنا. أمراض القلب والشرايين، ولقاء مع البروفيسور محمد الزبيد. فقرة ترشيد الطاقة مع المهندسة إقبال الطيار. حملة لا تحاتي وخلك ريادي، ولقاء مع الأستاذة عبير الراشد. أمراض القلب والشرايين، ولقاء مع البروفيسور محمد الزبيد. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء، وأنا كنت قبل الهواء شوي ندردش أنا والدكتور، خاصة اليوم أنا وياه مطقمين بالملابس، اليوم أنا وياه اثنين وردي وأزرق، هذا إن شاء الله فال خير إن شاء الله الحلقة بتكون موفقة. للتعرف على أمراض القلب والشرايين والتصلب، طبعا مواضيع كثيرة ومختلفة، خلوني أنا وأنتم نرحب مع بعض برئيس وحدة القلب مستشفى مبارك الدكتور البروفيسور محمد الزبيدة. يعطيك العافية، مساك الله بالخير ونورت المكان. يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. في البداية خلينا نتكلم على أمراض القلب والشرايين والتصلب بشكل عام، شلون نعرفها أو شلون نعرفها؟ نعم، هو طبعا اليوم أخوي مساعد، الواحد لما يتكلم عن أمراض القلب، نعم، يتكلم عن مرض العصر. مرض العصر الجلطة أو النوبة القلبية. نعم. الجلطة اللي يقول لك واحد ما في شيء فجأة طاح. أوكي. جاته جلطة أو توفى. نعم. بعيد عنك. أي بعيد عنك. نعم. وهذا دائما يعني مثل ما تقول تسبب أزمة في العائلة، أزمة في المجتمع، أزمة على مستوى كبير. فهذا هو حديث اليوم، وهذا مرض اليوم بالنسبة حق أمراض القلب. أنا حبيت اليوم أختصر، هو موضوع كبير، يعني إنه
وايد من الناس ودهم يعرفون شنو اللي يصير. يعني اوكي واحد جات له جلطه، طيب ليش السالفه؟ نعم. شلون صار جلطه؟ شنو الجلطه؟ شلون القلب؟ شلون الشريان تسكر؟ نعم. وشلون قبل خمس دقائق ما كان في شيء فجأة. وفجأة يعني ليش هذا العامل المفاجئ؟ فأنا اختصرتها في سلايد إذا الشباب يحطونه لنا سلايد يمكن بعد ما نتعمق شوية في النقاط. فهي يعني فهذا السؤال اللي حير الناس ووايد أوقات يجيك شخص مثلا يشتكي من آلام معينة يشوفون الدكاترة. هذه السلايد اللي طلبتها دكتور. هذه السلايد نقدر نتكلم عنها لباكر الصبح. يلا. هي سلايد واحدة. بس تختصر أمور كثيرة. وأنا حطيتها بالعربي. فإذا تلاحظ على يسار السلايد. اللي فوق. على يسار المشاهد هذا مثل الشريان. شريان. مقطع هذا الشريان. وتحت. في جدار الشريان شيء أصفر. في شيء أصفر. نعم. عليك نور. هذا الشيء الأصفر اللي هو البلاك أو الترسب. أوكي. شلون الواحد أوقات يكون في ترسب على ضروسه بلاك. أوكي هذا بلاك بس وين مترسب؟ مترسب في جدار الشريان. وساكت وقاعد عاجل. طبعا البلاك هذا أو الترسب شنو اللي يسويه؟ شو اللي يحدث؟ اللي يحدث شو اللي يسويه؟ أو اللي يسببه. أنا أعتقد بس نخلينا على أول واحدة. على أول سلايد. خلنا ثابتين على أول سلايد. أو يمكن هذا. فهذا الشيء اللي يصير أخوي مساعد. عوامل الخطورة. نعم. هو عمر العمر الإنسان يتقدم. نعم. يكون معرض ل. التواجد هذه خلنا على هذه السلايد. الأولى هذا اللي قلت على قلت قاعد عاجل ما في شيء. الحين بس شو اللي يسببه؟ شو اللي يسبب هذا الأصفر القطعة الصفراء هذه اللي تحت تحت جدار الشريان؟ نعم. تدخين. نعم. الضغط، السكر، غذاء بشكل عام، زيادة الوزن، زيادة الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول. هذه تتسبب في الترسبات هذه. انها تزيد او تتكون انها تزيد وهذه العوامل كثير منها مثل التدخين. نعم. يخلي الطبقة المغطية لهذا البلاك. نعم. أو الترسب أقوى. طبقة هشة. أوكي. فيصير يوم من الأيام وهذا الترسب مو مؤثر علي ولا عليك ولا ندري عنه. نعم. فجأة الترسب هذا يتشقق. أوكي. لأن الغطاء ماله هش. يعني هش. نعم. هش بسبب العوامل اللي إحنا داشين فيها. وفجأة الشريان من إلى هو شريان مفتوح. يصير الى السلايد اللي هي الصوره الاسفل اللي فيها شيء احمر هذا انا اشبهه ببركان. اوكي. هذا بركان خامل فجاه انفجر. الحين هذا الانفجار لما يصير الانفجار او يطلع محتويات الاصفر هذا. نعم. بالدم تحوش اعضاء او مكونات الدم يصير تجلط الدم البيضاء يصير الكلات يصير التجلط. اوكي. الحين انت هذه الشغله مثلا صايره في شريان صغير قد تمر على الانسان ولا يدري عنها شيء. نعم. صغير جلطه صغيره وعدت هو شيء طبيعي في السيستم مال الجسم انه تصير في جلطات خفيفه عليك نور. ايه؟ وطبيعي ان الجسم يتخلص منها يذوبها هذا. ايه؟ من الله سبحانه وتعالى في مواد. نعم. في الجسم. نعم. الجسم يتكون تجلط. نعم. ويتخلص منه بس إذا كانت الجلطة عودة. نعم. إذا كان الجسم في خلل بسبب أمور كثيرة من تدخين من كوليسترول من كذا الجسم ما يذوبها. نعم. فتخيل هذه القطعة الصغيرة اللي. نعم. كانت مو مسوية ولا شيء فجأة تصير بركان يسكر الشريان. الشريان هذا صغير. نعم. فرعي جانبي يمكن شوي الإنسان يحس عوار حارج ولا يدري عنه. نعم. لا شريان عود يتسبب في ألم كثير ينتبه يروح المستوصف يروح المستشفى شريان وايد عود يغذي القلب كله. وضحناها أكثر المشاهدين عشان تبين أكثر. الجزء الأسفل الحين في أوقات كثيرة البلاك أو الترسب اللي على يسار الشاشة. نعم.
ما يروح لتحت اللي هو الانفجار المفاجئ. نعم. لا يروح حق الخط السيدة. نعم. اللي هو شنو مع مرور الزمن يكبر هذا الكرسب، يكبر هذا الكرسب بس يكبر مع مرور الزمن يسه. فيصير الانسداد مو مفاجئ، انسداد جاي على فترة طويلة تدريجي. نعم. والانسداد تدريجي هو زين ومو زين. زين انه ما يفاجئك، يمكن زين انه ما يفاجئك، زين انه ما يسبب جلطة وكذا، بس وايد اوقات تلقى تسوي قسطرة حق مريض تلقى فيه ثلاث اربع شرايين، فالشخص يقول متى تسكروا هالشرايين هذيلا؟ كان بالتدريج، عرفت شلون؟ ويمكن هذا السؤال اللي يعني اتوقع كل المشاهدين يطرحونه، بما ان انت قلت الم تدريجي او مفاجئ، شلون اقدر انا كشخص اعرف او ان عندي ابو كبير او ام كبيره او حتى يعني ما شاء الله او على قولتهم الله يبعد الشر حتى الصغار الحين بدا يصير فيهم جلطات، شلون اعرف ان هذا الشخص ممكن معرض لجلطات؟ هل من نظام حياته؟ هل من الام معينه؟ يعني انا للحين اسمع مثلا يقول لك لما يعورك صدرك مو معناته ان قلبك يعورك، يعورك ظهرك، ففي ناس يختلط عليهم حتى اماكن الالام. طبعا. فنبي نعرف شلون انا اقدر انا كشخص احدد ان انا ممكن يكون عندي نوع من هذه الاشياء الصفراء اللي قاعده تتراكم، كان تدريجي او ممكن تكون مفاجئه، وشلون يعني احاول. شوف اخوي مساعد هو يعني الحين قاعد اكلمك. نعم. انا هذه هني ركبتي وهذا المنطقه كلها تعورني من المخده. نعم. من المكيف. طريقه النوم. نعم. من التكييف بالضبط. ايه. هو يعني دائما شوي تريكي شيء. يخدع، مو سهل، عوارضه متشابهه مع اشياء ثانيه. انت ما تقدر، لو انا الحين لو انت يوم جيت قعدت في الحوادث. نعم. في مستشفى مبارك. نعم. من الصبح للليل. نعم. راح تشوف مثلا خلينا نقول 100 شخص يجون بآلام بالصدر. نعم. من الأمية أقل من واحد اللي راح يكون في عنده إصابة بأمراض القلب. الصدر جزء مهم من الإنسان. واحد شايل حديد، واحد شايل عياله، شد عضلي كذا. نعم. دائما إحنا نتكلم عن العوار الكلاسيكي. نعم. ثقل، حرارة بالصدر، على المتون، على اللوح، على لوح الظهر، أوقات كثيرة يمتد على الإيد، بس المشكلة مو دائما كذي. فأنا دائما أقول حق الشخص رجل امرأة، إذا أنت هذا العوار غريب عليك، غريب عليك. نعم. هذا عوار غريب أول مرة. إي أنا دائما يجيني شد عضل، دائما اقعد إيه مثلا مو متحرك، نايم مثل نومتي لك اليوم، كيفي مثل ما هي، بس فجاه بدا يعور. فانت إذا لما يكون هذا العوار غريب، مشكله الام القلب في كثير من الناس اصلا ما يجيك العوار بالقلب، يجيك احنا نسميه اللي هو براس المعده. نعم. الم مثل كانه حارج. اوكي. فانت صعب انك تقول حق الناس هالعوار هذا بس روحوا له. شيء ثاني، اي شيء تروح حق الأخصائي. وهو في نقطة ثانية كنت أبي هم أذكرها، لأن في وايد أوقات إحنا الدكاترة في الحوادث يلامون إن الشخص شافوه ما في شيء، قالوا له ما فيك شيء، وراح روح بيتكم، راح وبعدين بعد ثلاث أربع ساعات جاءت جلطة. شفت الرسمة السلايد هذيك إذا المخرج يحطها لنا؟ نعم. هذه السلايد المرحلة ما بين الأول وحدة اللي فيها أول وحدة ما بين الترسب، هذا هو ترسب، وبداية البركان، بداية البركان ها اللي على اليسار. إيه. إلى أن يصير بركان كامل وانسداد كامل. نعم. للشريان. إيه. للأسف هذه المرحلة مرحلة قد تطول وقد تقصر. نعم. فأوقات أي المريض مبكر وايد، مو ذنبه، بالعكس هو جاي، بس نسوي تخطيط، نسوي انزيمات القلب، نسوي كل شيء تمام. لأنه جاي وايد مبكر والأمور بعدها مو متضحة. نعم. الحين أوقات الدكتور يفطن على هالشيء، أوقات مو إنه ما يفطن، عنده مئات المرضى قاعدين برا. أوكي خلينا نسوي له تخطيط، سويت له تخطيط نورمال، سويت الانزيمات نورمال، شو نسوي؟ الطرشة البيت.
فهذه أوقات يعني أمور جدا صعبة أنك أنت توقتها وكذا، فهذه أحد الأسباب. زين دكتور محمد، بالنسبة للأمراض اللي على قولتك اللي يكون فيها على قولتهم أعراضها مشابهة لأعراض ثانية بسيطة، يعني على قولتهم يعني سداد شريان في القلب غير عوار نومة غلط، يعني مختلف الليفل مالها، وثاني شيء يعني غير متوقع، هل تعتقد أن الوقاية أو الزيارة الدورية لدكتوري في عمر معين، يعني والله نقول مثلا والله من بعد 35 من بعد 45 أنا لازم أظل أشيك دائما على شراييني، أشيك على أكلي، أشيك على غذائي، هل تعتقد أن هذا يخلي الواحد يبتعد عن إمكانية، لأنه دائما نسمع أن يقول والله تبتعد عن الدهون هذا يقلل استعداد الشرايين، ابتعد عن التدخين يقلل، فهل تعتقد أن هذا النوع من الأمراض أو هذا النوع من التغيرات الجسدية يعتمد على حياتك وانك تمارس يعني شيء دوري مثل رياضه او زياره الدكاتره؟ طبعا هو الفحص الدوري والكشف وايد مهم. انت عندك تقسم الناس الى اقسام، ولازم تتعامل مع الاشخاص رجال ونساء على انها، انا دائما اقول منو اهما، منو هذا الشخص اللي قاعد قدامي؟ هذا الشخص اللي قاعد قدامي والده توفى بعمر صغير، عند اخوان الاسري طبعا عند اخوان اثنين توفوا عمرهم 45 بسبب جلطه وهو الحين عمره 43، فاكيد هذا لما يصير عمره 45 47 بيصير شيء. فنمبر 1 ان تعال هذا الشخص عنده تاريخ اسري ولا لا، الشخص هذا اللي قدامي شنو هو، مدخن، عنده ضغط، عنده سكر، لان هذه العوامل تاثر وتسبب هالأمور هذه. بعدين الشخص اللي ما في شيء، اللي بالفعل ما في شيء يشيك، احنا دائما نقول فوق سن الأربعين يبي لك تشيك دوري مرة بالسنة، تشيك على الأمور ضغط، سكر، كوليسترول. واحنا اليوم الصراحة بالكويت ما في مستوصف، ما نقول مستشفى، حتى ما تحتاج تروح المستشفى، ما في مستوصف مو متوفر فيه فحوصات، هذه مراكز الرعاية الأولية، مراكز الرعاية الأولية. هالفحوصات هذه أتليست تشخصك بحيث تخليك أنت إنسان ما عندك أي عوامل خطورة أو عندك عوامل خطورة. الحين الشخص اللي عنده عوامل خطورة تتصرف معاه غير شخص يدخن، هذا الشخص أول شيء لازم ما يدخن، ثانيا أوكي هو مبتلي بالتدخين، فنتعامل مع الكوليسترول ماله بطريقة أو بليفل معين غير عن الشخص اللي ما يدخن، وهكذا. فلا لا شك إنه من سن الأربعين وفوق لازم واحد يسوي فحص دوري مرة بالسنة، على الأقل نعرف وهذا وجود عوامل الخطورة. وبعدين إحنا اليوم آفتنا التدخين. نعم التدخين. أي نعم التدخين آفة يعني، ويعني كثر ما نتكلم عنها يعني ما تتخيل كمية الأشياء اللي تشوفها وكمية الدينايل، الإنكار اللي عند شخص المدخن للأسف. حتى لما نشوفهم مصابين بجلطة، تشوف الشخص، تشوف المريض صغير عمره 39 36 في المستشفيات دكتور، يعني تو طالع من قسطرة وقاعد يدخن، فتقول له يعني أول سؤال يسألك يقول لك دكتور أنا ليش جاتني جلطة، أنا ما عندي ضغط ولا سكر وناسي انه يدخن باكيتين في اليوم. فاكيد هذه الامور وايد مهمه. زين دكتور، احنا على قولتهم شخصنا المرض، عرفنا طريقه شلون ممكن نعرفه، نتكلم عن العلاج. بالنسبه نسمع يعني والله مثلا في عمر معين، خاصه ان الجلطات تحدث في الشرايين اللي فيها الدم، فاسمع مثلا والله في عمر معين لازم تاخذ مثلا حبه سيوله علشان تضمن ان دمك فيه سيوله زياده، هل سيوله الدم هل من العوامل اللي تؤثر على الجلطات او لا؟ في اجهزه حديثه مثلا الواحد يحرص انه يعني، او حتى رياضات معينه يحرص انه يمارسها، يعني وقايه وبنفس الوقت علاج، حدثنا عن هالموضوع هذا. كوقايه نعم. يعني كوقايه علاجيه نعم. فادويه للوقايه نعم. اليوم احنا من اكبر الادوية اللي هي اثبتت فعاليتها حق شخص ما عنده جلطة ما عنده كذا وقاية نعم. ادوية الكوليسترول الاسبرين، انت ذكرت الاسبرين، الاسبرين في له انديكيشن او يعني اسباب لاخذه، ولكن مو في الشخص اللي ما عنده شيء نعم.
عادة الأسبرين نخليه حق الشخص اللي أصيب بجلطة، الجلطات خفيفة. الناس اللي عندهم سكر وسكرهم معقد، نعم أوكي، لكن الأشخاص اللي ما عندهم شيء ما نحتاج. نعم حلو. بينما التركيز الأهم طبعا اللي هو الكوليسترول. أدوية الكوليسترول، ليش أدوية الكوليسترول؟ لأن أدوية الكوليسترول أثبتت فعاليتها بطريقة بطريقة يعني أو بنجاح كبير. لشخص مصاب بجلطة أو غير مصاب؟ أنا أتكلم عن غير المصاب. غير هذا مصاب. المصاب بجلطة هذا قلنا نأخذ ما في لأن لا طريق ثاني. أسبرين دواء كوليسترول راح نتكلم عنه. أدوية حق شخص غير مصاب. عليك نور. شخص غير مصاب أول شيء نتكلم عنه الكوليسترول. نعم. وعادة إن إحنا ندخل مستوى الكوليسترول في معادلة معينة في نوع من الألغوريثم معين. إيه. ندخل عمره وإذا عنده تدخين، إذا عنده ضغط أو نعم. سكر أو كذا، وبناء عليه يتم تصنيفه. أوكي. هل هو من الناس اللي خلال العشر سنوات القادمة عنده احتمالية الإصابة أكثر من 7.5%؟ نعم. أو أقل من 7.5%؟ إذا كانت أكثر من 7.5% إحنا يعني ننصح بقوة دول كوليسترول. وبنفس على نفس المنوال نعم. الكوليسترول نفسه قد يكون عند شخص مثلا مستوى الكوليسترول الضار 3 نعم. واحنا مرتاحين معاه، ما بينما شخص ثاني عنده سكر ويدخن لا المفروض مستوى الكوليسترول يكون مو 3 يكون أقل من 2 نعم. فيعتمد منه الشخص، يعتمد على تركيبة المعادلة اللي احنا ندخلها. طبعا هي المعادلة احنا حافظينها كدكاترة يعني، ولكن خلاص معروفة بالنسبة لنا. فمتى ما صار احتمال نسبة الإصابة 7.5% خلال 10 سنوات، وهذا شيء تقديري، يصير هناك حاجة لدواء الكوليسترول. احنا نتكلم كدواء. نعم. دواء للوقايه. للوقايه يعني دواء الكوليسترول يمكن هو الدواء الوحيد اللي 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 اثبت فعاليته. نعم. في اشياء وايده في السوق. نعم. طبعا وايد الشباب يقول لك فوق الـ40 تاخذ اسبرين. نعم. هذا مو الكلام اللي قلت لك. هذا مو صحيح. تداول. أدوية الأوميغا 3 مو صحيح. الفيتامينز الفيتامينز مو صحيح. أنا شخصيا من الناس اللي ما أؤمن بالفيتامينز، يمكن أخذهم من الفواكه. إذا أنت إنسان يعني تاكل بالضبط يعني تاكل أكل فواكه طبيعي وكذا ما تحتاج فيتامينز، فهو دواء الكوليسترول. الحين تكلمنا عن المرضى طبعا شغلة ثانية. في أدوية ثانية، أدوية يعني من أدوية علمية. نعم. لها أهمية مثل الأسبرين. في يعني أدوية شوي معقدة ما يعتمد على الحالة نفسها. يعتمد على الحالة. هل عنده ضعف بعضلات القلب؟ هل ما عنده ضعف بعضلات القلب؟ سؤال يمكن ينطرح علينا كثير لما نتكلم أول ما نجيب موضوع القلب، على طول يطرح بالنا القسطرة. شنو فكرة القسطرة؟ يعني أنا أشوف أنها شيء يعني عملية، لكن دائما يقولها بسيطة. متى الواحد يحتاجها؟ تركز على بس القلب والله أي شريان في الجسم. حدثنا عن عملية القسطرة ممكن باختصار. نعم. إحنا طبعا إحنا صراحة يعني الدكاترة وايد أوقات يفتخر إنه يسوي قسطرة. نعم. أنا دائما أقول إحنا لما نسوي قسطرة معناته شيء، معناته إحنا فشلنا في علاج هذا المريض. قبل لا يحتاج القسطرة. وبدل ما احنا نفتخر ان قاعد نسوي قساطر وايدة، لازم نفتخر ان ما قاعد نسوي قساطر. بس ما قلت احسن. بالضبط. بس هو طبعا لا شك هي القسطرة تنظر لها من جهتين، من 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 ناحيتين. هي كفحص يعني فحص تشخيصي يشخص لك الشرايين، عضلة القلب، يشخص لك حالة القلب. نعم. ويقيم لك الشخص هذا شرايينه شلونها، كما أن أنت تسوي سونار القلب. نعم. تمام. هذا نعم. فحص، والقسطرة فحص. أوكي. سونار القلب يعطيك معلومة معينة مهمة جدا،
والقسطر. بس القسطر يمكن فحص علاجي. وبعدين عندك الجزء العلاجي. نعم. فالجزء العلاجي طبعا بناء على اللي موجود تسكير الشريان، وين صاير التسكير، شلون قايل، هل من النوع اللي يعني اليوم خلينا نقول لو انت عملت قسطرة حق 100 شخص، هل 100 شخص تقريبا 15% منهم ما تسوي لهم شيء، تعطيهم أدوية وتعالجهم بالأدوية، قد يكون عندهم شرايينهم بسيطة أو شرايينهم وايد معقدة اللي ما نقدر نسوي لهم شيء 50%. بعدين خلينا نقول تقريبا 60% اللي نتدخل فيهم عندهم انسداد عن طريق القسطرة، يتم فتح الشريان وضع دعامة. وبعدين عندك 25% اللي يحتاجون عملية جراحية، تدخل جراحي، فتح قلب وكذا. بس أنا دائما أقول إحنا لازم ما نفتخر بالقسطرة، لأن القسطرة يعني الفشل. فشل فشل في العلاج، في المجتمع. نعم. في ان المريض نمط الحياة يمكن. بالضبط. نعم. بالضبط. واليوم القسطرة يعني كفحص بالفعل هو تقدر تقول انها بسيط وفحص آمن وكذا. نعم. ولكن في بعض المرضى. نعم. اللي تعبانين عندهم فشل كلوي عندهم. نعم. كذا لا، هو فحص معقد ولمخاطر وكذا، فيعتمد على وضع المريض ونوع الحالة. الله يعطيك العافية، الكلام معك مثل ما يقولون مثل الشرايين في الجسم ممتد، ونحتاج حلقات أكثر للتواصل ونعرف تفاصيل أكثر عن القلب. يعطيك ألف عافية، وعلى وقتك وعلى جهدك اللي أعطيتنا إياه والمعلومات القيمة، لأن متأكد أن مشاهدينا خلف الشاشة استفادوا منها. مشاهدينا الأعزاء، نأخذ فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. فقرة ترشيد الطاقة مع المهندسة إقبال الطيار. حياكم الله في برنامج الديرة، واليوم سنسلط الضوء على أهمية ترشيد الطاقة. في دولة الكويت سمو الأمير لديه رؤية عام 2030 لتحقيق 15%، ولله الحمد كان لديه رؤية 5% توفير من إجمالي الطاقة عام 2015، وتم تحقيقها بهذه الشهادة. حصلنا من جمعية الطاقة الأمريكية على ترشيد الطاقة على مستوى الشرق الأوسط بتوفير 5%، وذلك يتحقق بجهودكم من ناحية ترشيد الطاقة، وذلك عن طريق أنظمة التكييف. نظام التكييف يستهلك 70% من إجمالي الطاقة في دولة الكويت، وهذا الشيء لا يتحقق إلا بترشيد أنظمة التكييف، وذلك في حال تواجدك في المنزل نقوم بعملية وضع الترمستات على الأوتوماتيك، وذلك سوف يقوم بتفعيل كفاءة أنظمة التكييف. كما ننوه أيضاً أن أنظمة التكييف في بداية كل عام صيف يتم تنظيف الفلاتر، وهذا شيء جدا يساهم في رفع كفاءة نظام التكييف. كمان أيضا نلاحظ خاصة في هذه الآونة الأخيرة يعني كمية من المواطنين والوافدين في حالة سفر، فهذا أيضا نناشد جميع المواطنين بوضع الترمستات قبل مقادرتهم المنزل على وضع 25 درجة سيليزي. سوف تقوم بتوفير أيضا من 70% من إجمالي الفاتورة المنزلية، وكل هذه الأنظمة التكييف والإرشادات سوف تساهم بتقليل الطاقة وتحقيق الرؤية التي سوف نناشد أن نكون حققناها عام 2030. كما أيضا نلاحظ أن أنظمة التكييف تتنوع، يوجد أنظمة اليونت السنترال، وأيضاً نظام الاسبلت. نظام الاسبلت نقوم في ترشيده عن طريق التايمر في أوقات معينة عدم تواجد سواء المواطنين أو الموظفين، يقوم الجهاز أوتوماتيكياً بالإقلاق من خلال التايمر. توقيت هذا الزمني له دور فعال في ترشيد نظام الاسبلت. كما لا ننسى أيضاً في الشاليهات وأيضاً في المزارع يتم استخدام
اللي هو التبريد المائي اللي هو ووتر كول، ايضا سيساهم في ترشيد نظام التكييف بصوره فعاله وترشيد ايضا 70% من اجمالي الطاقه المستهلكه في الشالي او المزرعه او شيء، وهذا الشيء بالفعل يساهم في ترشيد الطاقه الكهربائيه. كما ننوه ايضا استخدام انظمه الاضاءه الحديثه لها دور فعال جدا في عمليه تقوم بتوفير 10% من اجمالي الطاقه المستهلكه، وهذا انما يدل على ان التقنيات الحديثه لها دور فعال لتحقيق رؤيه سمو الامير. وعلي نشكركم على اتباع التعليمات الارشاديه لانظمه التكييف التي سوف تساهم لتحقيق رؤيه دوله الكويت وسمو الامير عام 2030 بتوفير 15%. حملة لا تحاتي وخلك ريادي، ولقاء مع الأستاذة عبير الراشد. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء. انطلاقا من كون دولة الكويت ومؤسساتها وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد جابر الصباح، إيمانهم في أن الريادة للشباب وأن الشباب في هذه الدولة إذا أعطى فرصته أن يكون رائد من ناحية أعمال خاصة أو حتى عمله حتى في القطاع الحكومي أو الخاص، كل ما كانت الدولة تعتمد على الشباب كل ما كان هو اللبنة الأساسية في صنع دولة من مجتمع واعي في حقوقه وواجباته. انطلقت حملة جميلة حتى يعني شعارها لا تحاتي خليك ريادي، لأن كثير في ناس لما يبدأ مشروع يبي يصير ريادي يخاف من العقبات، يخاف من حتى لأنه بيسوي أوراق حق مشروعه. هذه الحملة تقول لهم لا تحاتي خليك ريادي، إحنا وراك ونساعدك ونخليك تعرف أن هذا الريادة أو العمل اللي تقوم فيه اللي مثلك ويخليك تروح لأهدافك راح يصنع منك شخص مؤثر في المجتمع وراح يصنع منه مجتمع مؤثر في المجتمع الدولي. عشان تعرف أكثر على الموضوع هذا خلونا نرحب مديرة ومؤسس مركز ريادة الأعمال الأستاذة عبير الراشد. يعطيك العافية وحياك الله وسعى المبارك أستاذي، ومشكور على المقدمة الجميلة وما شاء الله عليك اختصرت الموضوع كامل مقدمتك. لا مهما كان أنتوا على قولتهم وجودكم ضروري، علشان مثل ما قلت لك إن الشباب الكويتي حاب يسمع منكم ويعرف شنو الدور اللي تقومون فيه، اللي حتى أنا يعني تحت الهواء تكلمنا انه بدا يوصل اصلاء للخارج. فحكينا في البدايه عن حمله والاهداف وشون بدات. يعني مبادره وطنيه اطلقناها من مركز رياده الاعمال، انطلقت صار لها فتره 6 أشهر. هذه المبادره تدعم المشاريع والشباب المقبل على انشاء مشاريع تجاريه. طبعا مثل ما ذكرت اخوينا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد توجهها إلى الشباب وأن الكويت مركز تجاري. نعم. ومثل كلمته الأخيرة في رمضان في العشر الأواخر نوه إلى الشباب والطاقات الشبابية، فنحن أبناء نسير على نفس نهج حضرة صاحب السمو. نعم. أطلقنا هذه المبادرة، مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بالمجتمع الكويتي. نعم. طبعا 70% من مجتمعنا الكويتي عبارة عن شباب. نعم. كلهم طاقات وأفكار. الشاب عنده طاقة، عنده أفكار، بس يبي التوجيه أو يبي إنه يتجه بالمسار الصحيح. فهذه المبادرة أطلقت للشباب واللي قاعدين قائمين عليها من الفريق ومن المستشارين من الشباب منهم ولهم، تعزز مفهوم ريادة الأعمال، تطور أعمال الشباب، ونمر إحنا مع بعض بالشباب بمراحل عشان نقدر بالنهاية نطلع بمخرجات تفيد مجتمعنا الكويت وتفيد الوطن العربي. ويمكن لأن انطلقتي من فكرة الشباب وأن الشباب هم 70% من الدولة، يمكن هذا هو اللي صنع بينكم شراكة وبين وزارة الشباب. شحتينا عن هذه الشراكة، شنو الفكرة منها؟
الحمد لله الشراكة اللي صارت نقول الدعم الإعلامي من وزارة الشباب. نعم. الحمد لله، لأن الأصداء الحملة داخل الكويت تدعم الشباب، فوزارة الشباب ما قصرتنا، واقفة معنا تدعمنا إعلاميا. وتم في الأسبوع اللي طاف انعقاد مؤتمر صحفي. نعم. وزارة الشباب يعني هم قالوا فعل طبعا من الشيخ سلمان الصباح وزير الإعلام والشيخ زين الصباح في يعني أنا بالمؤتمر القبقة رمضانية كنت معاهم وتحدثنا في هذه المواضيع وذكرنا لهم أن إحنا بمبادرتنا هذه الحمد لله تم ترشيحنا لبرنامج الملكة التابع لجامعة الدول العربية تحت مظلة حملة المرأة العربية. خروجنا للوطن العربي وانتشار الحملة وهو مو مجهود شخصي، إنما وراء طاقم من شباب من قياديين داعميننا، فهذا هو كان وجودهم معنا وموقفهم معنا أكبر دليل على أن هم داعمين للشباب قول وفعل. فالحمد لله المؤتمر الصحفي انعقد الأسبوع اللي طاف في وزارة الشباب وصرحنا بالمؤتمر ان هم معنا في من ناحيه الحمله الاعلانيه. نعم. وان هم داعمين لنا لمبادرتنا الوطنيه لا تحاتي خليك ريادي. وما اتوقع ان هذا شيء غريب على وزاره الشباب، لان أكيد مثل ما احنا قاعد نشوف دورها الفعال في دعم اي شيء يصب في مصلحه الشباب او يصب في مصلحه الكويت بشكل عام. خلينا نتحدث على اهداف الحمله، هل هي تقدم بس دعم معنوي للشباب ولا تقدم دعم مادي ولا تقدم دعم فني؟ يعني مثلا عندي مثلا مشروع، شلون تتعاملون معي؟ شنو الخطوات اللي تصير؟ يعني حثينا اكثر عن تفاصيل هذه الحمله. احنا الحمد لله بالمرحله الاولى تبنينا مشاريع تجاريه للشباب وطرحناها، اشتغلنا معاهم كورش عمل. نعم. ثم طرحناها بالسوق. نعم. الحمله قاعد تبادر بتبني مشاريع قائمه لاصحابها مو عارفين يروجون عنها او يسوقونها. معنا شوي معنا بعد هذا الفيديو اذا تعلقين عليه. هذه احد الورش. اي نعم، هذه هني باحدى الورش اللي تمت في مركز ريادة الاعمال. نعم. معنا مجموعه من الشباب فريق. نعم. الحمله لا تحاتي خليك ريادي. نعم. بالوقت الحالي احنا الحين بالمرحله الثانيه واللي هي قاعدين نسلط الضوء على الحمله وانتشارها وماشيين على خطه زمنيه اللي هي راح تكون من شهر 9 راح نستقبل الشباب لتاسيسهم كحاضنه مشاريع. نعم. راح ناسس الشاب بحاضنه، هذه الحاضنه راح تخرج 60 مبادر 60 شاب 60 مشروع تجاري. نعم. فشوف المخرجات اللي راح تطلع من 60 مشروع تجاري كنشاط واحد من انشطه الحمله. الحمله بتستمر لمده سنه قدام، ماشيين على خطه نخلص فتره الحاضنه ثم ننتقل الى ترويج المشاريع الشباب اللي هو 60 المشروع. خلصنا من هالمرحله راح ندخل على ملتقى لرواد الاعمال ومؤتمر ريادي. يعني احنا بنمشي على خطوات في الحمله، ان شاء الله راح نكون نحصل الدعم من الرعايات ومن الشركات اللي راح تكون معنا. نعم. موجوده بالرعايه. نعم. وكل فتره وفتره احنا قاعدين ننزل بالشبكه التواصل الاجتماعي عن مواقع الحمله وانشطتنا وين قاعد نسوي او شنو قاعد نسوي بكل خطوه. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. حثينا، انت ذكرتي مسائف في كلامك ان انتم ترشحتوا لبرنامج الملكه. نعم. شنو برنامج الملكه؟ شنو فكرته؟ شلون تم الترشيح؟ شنو القادم بعد ترشيحكم لبرنامج الملكه؟ حثينا بتفاصيل شويه عن الموضوع. برنامج الملكه عباره عن برنامج يخص حملة المرأة العربية. نعم. مستقطبين من جميع دول الوطن العربي. نعم. سيدات. نعم. لديهم مبادرات مجتمعية في مجتمعهم. نعم. مبادرات حقيقية وواقعية. نعم. بالكويت تبنيت أنا مشروع ريادة الأعمال حكم أن الشباب وأن الكويت طول عمرها من قبل النفط وهي. نعم. يعني مشهورة بالتجارة وهذا هو يعني مهنتنا. في دول الوطن العربي المبادرات أو الشخصيات عندهم حملات مختلفة على حسب بيئتهم طبيعة الدولة نفسها، الدولة لشنو اللي تحتاجها من مبادرة. عقب ما اتصلوا علينا من جامعة الدول العربية اتحاد المنتجين العرب تم ترشيحنا لهذا الحملة، والحمد لله احنا المرحلة الأولى كنا في اطلقنا هذه الحمله كنا نحتاجين دعم وتصويت. الحمد لله من خلال تصويت وسائل الاعلام للحمله الشعب الكويت كله ما قصر. التصويت كان حق فريق حمله لا تحاتي خليك ريادي حق الشباب. اشكر الجميع وابشركم ان احنا الحمد لله من تصويتكم ودعمكم معنا
عدينا المرحلة الأولى والحين متجهين للمرحلة الثانية اللي تكون إن شاء الله بالقاهرة. يعني تم ترشيحكم عن طريق تصويت عام أنتوا يعني أعلنتوا عنه؟ لا تم ترشيحنا من قبل اللجنة. لكن يوم دخلنا المسابقة المرحلة الأولى كانت تحتاج التصويت. بالإضافة إلى إنجازات الحملة، الإنجازات كانت موجودة لكن التصويت ما شاء الله الشعب ما قصر، الشعب الكويتي كله والكل ساند الفكر الشبابي والطرح الشبابي، صوت ووقف معنا لين نجحنا من المرحلة الأولى. مو غريب الفزع على أهل الكويت وخاصة الوقفة مع مشروع وحملة مثل هذه ترعى الشباب وتخليهم يتحمسون أكثر ليكونوا رياديين. ودائما إحنا نقول الريادي هو الشخص اللي يكون مؤثر في المجتمع وعنده شيء يضعه في المجتمع نفسه، يضع قيمة مضافة للمجتمع. هذا هو صفة الريادي، وإنه يبادر لا يقعد وينطر. اللي بيشوف العقبات راح يشوفها واللي بيشوف المخرجات يشوفها، فاحنا نقول لا تحاتي بادر. نعم يعطيك الف عافيه ومشكوره وما قصرتي، نورتينا بالمكان، وكان ودنا على قولتهم ناخذ معاك اكثر باسهاب لان الحمله ضخمه وكبيره، لكن ان شاء الله الايام قادمه وانا ناطر ان شاء الله بعد ما تروحون برنامج الملك ترجعون وتوعدينا ان تكونين معانا موجوده. اكيد مشاهدينا قدامكم راح ان شاء الله تكون موجوده معانا. لا الصراحة أشكركم وأشكر الجميع اللي مساندة لنا، وإحنا ما رحنا هذا الترشيح ويعني إحنا فزنا بهذا الشيء إلا من دعمكم ومساندتكم. تستاهلون الدعم وتستاهلون على قولتهم الترشيح، تستاهلون كل شيء. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الأعزاء وصلنا معاكم في ختام حلقاتنا، بس حاب قبل ما نختم نقول لكم نعطيكم الانستغرام مالنا والسناب شات، تفضلوا شوفوا راح يكون موجود عندكم على الشاشة. بنفس الوقت عندكم قناتنا اليوتيوب، دشوا شوفوا مواضيعنا، حتى إذا طافكم مثلا سؤال قالته الأخت أو حتى الدكتور اللي قبله حابين تشوفون راح تلقونه إن شاء الله موجود عندكم. عندكم إيميل الخاص البرنامج فينا. بنفس الوقت ما حاب على قولتهم أنهي الحلقة بدون ما أشكر التجارية على هذا المكان الجميل اللي بتمنى حلقاتنا. نفس الوقت هذا الأثاث المريح من لوكجري هوم مكانهم في وارا. أترككم في رعاية الله وحفظه ونشوفكم على خير. مع السلامة.